اهلا بكم من جديد. خلصتي مواعيدك، رتبتي امورك؟ رح تعرفوا ليش، لانه ساره بترتب امورها مع جورا عدل اللي رح ندخل معاه عالم التزيين وتحدث عن احدث تصريحات الشاعر لعام 2013. صباح الخير والحمد لله على السلامه. في صباح الخير. طيب. صباح الخير ساره صديقه عزيزه وغاليه، وانت كمان فكنتوا دائما تنورونا صالونا ببيروت. صحيح، ان شاء الله دائما. على العموم جو، خلينا ندخل في موضوع اطلالات 2013. الكل حاب يعرف شو هي التصريحات أو الموديلات اللي راح تكون منتشرة، خاصة نحن بالطبع كمان دخلين على موسم أعراس. نعم، بداية بالكوليكشن الجديدة هلأ بدنا نشوفها، هي استوحيتها من الجدلة، من عالم الجدلة طبعا. أو الضفيرة يعني. نعم الضفيرة. طبعا في أنا يعني في محطات بحياتي المهنية، وكان الجدلة هي أحد محطات اللي ساعدتني للانتشار. وطبعا الجدلة اعتمدتها، أو الضفيرة اعتمدتها للفنانة أحلام، يعني اعتمدتها لكثير من الفنانين والستار العالم العربي. طبعا من هالجدلة البسيطة حبيت فرجي السيدة العربية انه ممكن نعمل تصريحة. فلو منشوف الكوليكشن بتلاقي عدة جدلات فيتين بقلب بعضهم، عملت مزج لألون وطلعتهم بطريقة جديدة. عدا عملت شنيو كله مستوحى من الجدلات، عدا عملت شنيو هندسة. احنا بدأنا نشوف صور الآن. اوكي تفضل. فهون حتى هيدي حتى الشنيو عملته كله مستوحى من الجدلات، وبنفس الوقت حبيت فوت الشكل الهندسي. يعني طلعت على الاشياء، حتى العروس اذا بنشوفها هون، العروس كمان ممكن بالعروس نعمل جدله. طبعا انت منزل لها الشعر من قدام؟ لا، هيدا حبيت يكون الفستان كله يعني مربوط بالشعر. لا يعني هي من فينا نقول مستوحى. الشعر ايوه مستوحى، كانه طالع نيلة الشعر. طيب. جورا طلع من الأرض كله شعر لحتى وصل في بس الصانع. أنت زي يعني مصمم الأزياء نفس نعم. المبدأ بتسوي أشياء يعني اللي بنشوفها في الصور، يعني أقول يا الله أنا كيف بدي أعمل هذا الدور الثاني في شعري. نعم. بس أنت لما بتطبقها في الواقع بتكون مختلفة شوي. طبعا ما هو دايما يعني هلأ نحن إذا بدنا نشوف حتى الشو اللي بيعملوه المصممين الأزياء اللي بنشوفه على الستيج ما بنشوفه بالبوتيك أو ما بنلبسه بنشوفه. فأنا هون أيام بنعمله أكبر حجما، بنعمله أكثر ضخامة، مثلا بنعمله باشكال شوي يبين اكثر، لانه لتقدر تاخذ حق الصوره. لكن بالطبيعه طبعا بدك تاخذي بعين الاعتبار شو بيروح للعروس، كيف شكل العروس، قد ايه طول العريس، شكل الطرحه. بعدين كثير مهم انه اليوم العروس لما بتعمل تصريحه العرس مش تعمل الطرحه ومن بعدها تعمل التصريحه، فهون بتصيري انت محكومه انك بدك تعملي الشعر حسب الطرحه. لكن انت اذا عملتي شكل الشعر وكيف بدك يطلع الموديل، ومن بعدها بتقرري كيف تكون الطرحه، من تحت عاليه واطيه، لانه كله هيدا بيساعد بطله العروس. طيب انت اذا استخدمنا الجدله هل لا. لازم اكستنشنز في الموضوع؟ يعني هل هي تحتاج عشان تكون شكلها اعبى او احلى؟ هلا في عندك حالات شعر منا بحاله مش مضطره تحطي اكستنشن، وفي مضطره تحطي الاكستنشن، مش بالجدله مضطره تحطي الاكستنشن. يعني ممكن تكون شعرك عادي وعم تعملي ليس وتحطي اكستنشن. صار الموضوع يعني بسيط، موضوع الاكستنشن منه هالصعب. ايوه أوكي. طيب خلينا نحن كمان حنبتدي نشوف الان صور لبعض النجوم اللي انت يعني طبعا عملت لهم شعر من قبل كده. طبعا هذه قدامنا الملكه احلام حبيبه قلبي صديقي، مشوار انا والفنانه احلام كبير. عملنا نجاحات كثير عملنا، وطبعا اسماء المنور طبعا كثير بحبها. بس احلام بدي شذا حسون كمان صديقه حبيبه، عملت لها اكثر كليباتها. مايا دياب يعني بس انت حابب أخوي. تقول شيء معين عن احلام تحديدا؟ لا احلام يعني بتربطني مع تخطينا موضوع انه هو شغل. احلام في صداقه ويعني في محبه، يعني بروح لعند ضلنا قاعدين ضلني مع بيتها، يعني خلص مبارك، يعني صرنا عائله واحده. فاليوم انت بتصير علاقاتك ايام اكثر ما انه تكون تتوقف على موضوع الشغل. ولانه ما عملت لها انت بأرب ايدل شعر؟ لا انا لا احلام بلا، عملت لها ببعض الحلقات. بس ان شاء الله السنه الجايه. بس انه العلاقه ما بقى هي موضوع بس شعر، يعني بنصير اكثر. طب لاي مدى هي الفنانه اللي بتتحكم باللوك، ولاي مدى انت بتصر اوقات؟
ما هو بده يكون في بينك وبين الفنانه بده يكون في ثقه، يعني اليوم لما الفنانه او السيده مش بالضروره حتى السيده بتقصد اي فرع من فروعتنا بتقصد صالون جورعد لازم تكون يعني يكون في ثقه، بالثقه بتقدر تعطي اكثر. وانا باصاله طبعا اصاله حبيبه قلبي واصوله يعني من الناس يلي عملنا مشوار انا وياها مشوار كثير حلو بعالمنا. وطبعا مثل ما عم نشوف يعني اكثر نجمات العالم العربي أيوة. كان لي الشرف انه اشتغلت لهم وبشكرهم لثقتهم فيي طبعا والسيده ماجده الرومي. يقال انه انت اشتغلت لها ما ننسى ماجده الرومي. طبعا يقال وهذه كمان المتالقه منى زكي يقال انه كمان انه انت بتحب الشعر القصير وانك مبدع في قصات الشعر ودائما بتقص يعني قصات شعر غريبه ومختلفه يعني فهل نفهم من كده انك انت ضد الشعر الطويل؟ ابدا. انا اليوم مثلا بابو ظبي تحديدا لاطلاق الكوليكشن الجديده لإلي من فرع وصالون ابو ظبي سميره السعيد بحبها كثير كمان ما بدنا ننسى. طبعا حنطلق الكوليكشن الجديده اللي عملناها بباريس وصورناها اللي هي تبعت الضفيره هذه تبعت الضفيره طبعا حنطلقها بفرعنا بابو ظبي. وطبعا بشكر السيد عصام ومدام هدى يلي هن عم بيديروا هيدا الفرع. وطبعا ما بحياتي انه حبيت الشعر الطويل وما حبيت الشعر القصير، بس انا عندي مفهوم للجمال مختلف عن بعض الاراء يلي بيقولوا انه هو شعر الطويل تاج المراه. انا بقول تاج المراه هو الشعر الحلو الشعر الجميل ما يناسب. يعني اذا عندك سيده اكتافها قصار اوكي ورقبتها ما كثير طويله وتطولي لها شعرها ويكون شعرها لهون، يعني انت خفيتي جمالها. لكن لما بتقصي لها شوي قصير بتعطيها طول للرقبه، بتبرزي كتافها، بتعطيها طله، بتكوني خدمتيها، مو أيوة. الشعر الطويل اللي بيخدم، يعني هو الشكل الشعر المناسب اللي بيخدم. رح نختم مع موضوع الفنانات، مريم فارس كان لك عمل فيديو كليب معها وانت يعني عملت لها لوك ستيني، لو نعم. تكلمنا عن كليب كيف كانت؟ طبعا مريم فارس فنانه كثير ذكيه وكان لي الشرف اشتغلت معه. اليوم مريم صارت لليانج والناس تنطر دائما اللوكات اللي بتعملها جديد. طبعا بهيدا الكليب غيرنا اللون، قوينا السوندري، عملناها على شقر على سوندري اكثر. بس انت من امتى بتبدا رمادي يعني سندري يعني رمادي اوكي وبنفس امتى بنبدا بالفكره؟ ايه معاها يعني معاها مع المخرج؟ لا طبعا هي بتكون يعني بنعمل اجتماع انا وياها مثلا اجت مريم والمخرج واللي بيعمل ورامي مصمم الازياء طبعا وكلياتنا اجتمعنا عندي بالصالون وقررنا انا بعطي افكار من عندي هي بتكون محضره لوكات بتفرجيني أيوة. طبعا هي بتساعد مريم شكلها حلو وصداقه بيني وبينها فبنقدر نعمل نخلق جو حلو بالكليب وبنقدر نعمل شغل كثير حلو. طيب على سيره الاغاني يبدو انك انت حتقتحم عالم الغناء، ايش حتهجر الشعر وتصير مطرب؟ لا ابدا، سالت كثير على هالموضوع، انا بعالمي موجود بس يعني والحمد لله عندنا فرع مثل ما قلت لك بابو ظبي وبدبي وبالاردن وعم نعمل هلا اكاديميه عم بعمل اكاديميه بلبنان لتعليم الشعر وقررت تكون اول اكاديميه لالي هي للمنطقه النائيه بلبنان لانه حبيت اخدم وساعد مجتمعي اللبناني يلي ما شفت منه غير كل خير والسيده اللبنانيه وطبعا دعم السيده الخليجيه اللي ما بنساه دائما ودائما بذكر وبحكي عنه. فهي الاكاديميه حتكون بالمنطقه النائيه ومن بعدها ان شاء الله حتنفتح بلبنان ومن بعدها حنفتح بكل الدول العربيه حنفتح اكاديميه. بس حتغني ولا ما حتغني؟ اول شيء بدي اشكر الفنان العظيم ملك الاحساس والاخلاق والكرم ماجد المهندس طبعا الفنان ماجد وكمان سميره السعيد واصاله كلهم يعني عطوا رايهم وشجعوني بموضوع الغناء لكن انا موضوع قالوا لك صوتك حلو يعني ما حاحكي على صوتي انا صوتي متواضع بكره بتسمعي وانت بتحكمي. متى حينزل طيب؟ ان شاء الله الكليب صورناه ببهامس وطبعا بدي اشكر ماجد المهندس ومدحت خميس رح نستضيفك اكيد للحديث اكثر عن الكريم اكيد وان شاء الله نحكيك على الالبوم وعلى التحضيرات اللي عم نحضرها. ممتاز. طيب احنا بنشكرك على وجودك معنا طبعا وبنتمنى لك التوفيق في كل مشاريعك. كان معنا طبعا مزين الشعر جو رعد. انا بدي اشكركم كثير اشكر عربيه وما بدي انسى كمان اشكر فريق عملي بلبنان وبابو ظبي وكمان بدي اشكر ربي ومن ثم والدتي ثم والدتي ثم والدتي والسيد سعيد الحريري على ما هن حوالي وهالدعم لإلي. شكرا لك.